أهلا بكم في نشرة الظهيرة. كشف أهالي عرسال عن معدنهم الأصلي، وبدل الرصاص الذي أطلقه مارقون منهم على صدور حماة الوطن، قدم أولادها وطلابها الورود لجنود الجيش. الجيش رد التحية بزيارة قائد فوج المجوقل جورج نادر، متفقدا أهل الأرض قبل الجنود المنتشرين عليها، فكان شكر منه على المواقف الداعمة للمؤسسة العسكرية. وفي دردشة مع رئيس البلدية السابق باسل الحجيري، قال إن تاريخنا يشهد عنا في الجيش ونحن لأبناء عرسال وكل لبنان، مؤكدا أن أهل عرسال أهلنا، وهناك مجموعة مطلوبة للعدالة سيتم توقيفها، ولدينا لائحة بأسمائهم. وأكد أنه إذا تعرض أحد من الجيش لأبناء البلدة فالسوء بالسوء فنحن المسؤولون، ولفت إلى أن أولاد عرسال كلهم أخلاق، ومن شنع بعناصر الجيش لا يشبه أبناء عرسال. ومن على الأرض النيابية كان رد حزب الله على الاتهامات التي سيقت ضده بشأن حادثة عرسال. وفي مؤتمر صحفي اعتبر النائب نوار الساحلي أن اتهامات تيار المستقبل بوجود عناصر من حزب الله كذب وظلم، والهدف تحويل الحادثة إلى فتنة مذهبية وطائفية، مضيفا أن هذا التحريض ينتقل على ألسنة هؤلاء من الشمال إلى البقاع في محاولة لإدخان لبنان في الفتنة، محذرا من أن هذه الفتنة إذا حرقت فإنها تحرق كل لبنان. أما على أرض الحازمية فظهر النائب بطرس حرب مدججا بعدد من نواب الرابع عشر من آذار ليرد الصاع للقاضي حاتم ماضي، متواعدا إياه بالادعاء عليه وبجعله أمثولة. وعلى الأرض القاهرية حط اليوم محمود أحمد نجاد في زيارة هي الأولى لرئيس إيراني منذ 34 عاما، وكان الرئيس المصري محمود مرسي في استقباله على أرض المطار، وإضافة إلى حضوره وإلقاء كلمة في قمة مجلس التعاون الإسلامي، سيشارك الرئيس الإيراني في ذكرى انتصار الثورة الإيرانية في سفارة بلاده في القاهرة. نبدأ إذن من عرسال، ومعنا من هناك مباشرة مراسلنا رامز القاضي. رامز، كيف هي الأجواء الآن في عرسال، وهل لخصت لنا ماذا جرى منذ الصباح؟ نعم كلارا، أجواء مدينة أو بلدة عرسال و محيطها من ريف عرسال وصولا إلى هنا حيث نقف الآن عند مدخل البلدة في اللبوي تحديدا، هذه الأجواء تسودها يعني الحذر مع الترقب لما سيجري، لأن صباحا يعني كان هناك حدث من خارج هذا السياق ومن خارج الحدث ومن خارج الجريمة التي حدثت نهار الجمعة، هي الصورة الحقيقية التي أراد أهل عرسال أن يعكسوها هنا عندما قدم مجموعة من التلاميذ والطلاب من المدارس بلدة عرسال وقدموا الورود إلى الجيش اللبناني الذي ينفذ انتشار داخل البلدة وعند مفارقها الأساسية. قام وفد من التلاميذ والطلاب بتقديم الورود، وبادرهم الجيش بحملهم وعلى ملالاته، ومؤكدين أن هذه هي الصورة الحقيقية لأهالي عرسال، وأكدوا أنهم يعني غير موافقين وأنهم ليسوا هم إلى جانب الجيش اللبناني في التصدي لما قالوا أنها مجموعة قليلة من عرسال قامت بحمل السلاح في وجه الجيش اللبناني. بعد ذلك كان قد وصل إلى هنا قائد فوج المجوقل العميد جورج نادر، حيث تفقد فوج المجوقل وعناصر الجيش اللبناني هنا، وكان بينه وبين الأهالي دردشة هنا يعني في عند مدخل البلدة، وأكد لهم أن هذه العملية التي ينفذها الجيش اللبناني هي لا تستهدف بلدة عرسال وأهالي عرسال، بل تستهدف المجموعة التي أقدمت على هذه الجريمة بحق عناصر من الجيش اللبناني. وأكد أن أهالي عرسال يعني لديهم الكثير من أبنائهم في صفوف الجيش اللبناني. أيضا بادله بالمثل فعاليات ورئيس بلدية السابق لعرسال من آل الحجيري، أيضا باسل الحجيري، قال أن هذه الصورة التي نهار الجمعة هي ليست الصورة الحقيقية لأهالي عرسال، وأنهم في صف الجيش اللبناني لتوقيف المطلوبين داخل عرسال. في هذا الإطار وبعيدا عن هذا، في إطار يعني الانتشار وفي إطار المداهمات أو التوقيفات التي يعمل عليها الجيش اللبناني، لم تشهد اليوم بلدة عرسال
مداهمات، هذا ما كنت أتحدث عنه، عملية الترقب لمداهمات كبيرة، مداهمات كبيرة لم تحصل اليوم، فقط الجيش اللبناني يقوم يعني يكثف من حواجزه في مداخل البلدة، كما يسير دوريات في هذه البلدة ويعمل على توقيف يعني أو التحقق من بعض هويات السيارات المارة، ولكن مداهمات واسعة لم ينفذها الجيش. وفي مصادر أمنية قالت أن أي كلام عن وساطات أو عن وساطات لتسليم المطلوبين هو أمر يعني غير دقيق وهو عار من الصحة، لأن الجيش اللبناني لن يتهاون في هذا الإطار وهو من سيلقي القبض على هؤلاء المطلوبين، وليس يعني المسألة هي بالأمن ولن تحل بالسياسة، ستحل بالأمن كما هي يعني كان حادث أمني وحادث وجريمة أمنية بحق الجيش اللبناني. على كل حال كلارا، يعني في هذه الأجواء هذا ما كنت أتحدث عنه الترقب، ننتظر يعني سنستمع الآن إلى تصريح العميد أو كلام دردشة العميد جورج نادر مع بعض أهالي بلدة عرسال. الأخطاء أنتم بحكمتكم أدرى كيف تعالج هذه الأخطاء. وين الميكروف؟ ما نحن بنعطي صلاحية أو بنقول الجيش لازم يعمل، لأن إحنا ولا غير الجيش هو أدنى يطلع الموضوع من عند السياسيين. نحن نثق بالمؤسسة العسكرية، نثق بقيادة الجيش، كل الثقة بمديرية المخابرات يحب ربه وكل القيمين على الأرض. الموضوع تحديد المسؤوليات، أفضل الناس اللي تسببوا بقضية الجيش، طبيعي ما أنا اللي بقول هذا حط الجيش. كل ورش نحن داعمين مع الجيش، من دون الجيش ما في وطن، من دون الجيش ولا في مواطن ولا في مواطن. الجيش هو المؤسسة الكبيرة التي تجمع كل مواطن. نحن نحترم الجيش، نجل الجيش ونقوي الجيش ونثق كل ثقة بحكمة الجيش بمعالجة. نعم رامز، هل هناك من إضافة على هذا المشهد العرسالي؟ نعم رامز. نعم كلارا. نعم هناك من إضافة على هذا المشهد؟ نعم كلارا، أود أن أشير فقط إلى أن بعد هذه الدردشة هنا للعميد جورج نادر قائد فوج المجوقل كان قد توجه إلى بلدة عرسال وقام يعني بجولة يرافقه عناصر فوج المجوقل، ولكن خرق هذا الجو يعني من التفاؤل إن صح القول إقدام بعض الشبان على إحراق الإطارات المشتعلة عند مفرق البلدية والمستوصف، وأيضا النداء عبر مكبرات الصوت إلى التظاهرة غدا عند الساعة 9 صباحا في البلدة رفضا لما يسمونه حصار بلدة عرسال. يعني هذا الأمر هو الذي خرق هذا الجو المتفائل اليوم إن صح القول، ولكن سرعان ما عملت بعض فعاليات عرسال على تطويق هذا الأمر وإقناع الشبان الذين كانوا يحرقون الإطارات بالعودة عن فعلتهم هذه. نعم. هذا كل شيء كلارا، على كل حال يعني تفاصيل أكثر ستكون في نشرة المسائية. نعم شكرا لك الزميل رامز القاضي، كنت معنا مباشرة من عرسال. النائب نوار الساحلي يؤكد أنه لو كان حزب الله ضالع في عملية عرسال لما كان أخفى ذلك. كما عودتنا بعض الأصوات التي تحشر نفسها في قضايا غير صحيحة وغير واقعية وترمي التهم جزافا دون أي دليل وبطريقة مغرضة ومريبة، هذا ما فعله النواب كبارة والظاهر والمرعبي الذين ادعوا افتراء أن سيارات مدنية تابعة لحزب الله كانت موجودة في الحادث الأليم وأن طرفا ثالثا دخل على الخط، وكل هذا كذب بكذب وتضليل بتضليل. هناك من يتعمد بالحديث عن طرف ثالث في حادثة عرسال لتحويلها إلى فتنة مذهبية وطائفية في الوقت الذي اتضحت فيه كل حقائق للقاسي والداني. ننفي نفيا قاطعا أي علاقة لنا من قريب أو بعيد بكل ما جرى ويجري في عرسال. 2، إن اتهام الحزب بعلاقته بما جرى هو اتهام ظالم وباطل. إن اتهام الجيش بالانحياز والتشهير المؤسسة العسكرية الأم وبقائدها والقول إنها مؤسسة غير موثوق بها هدفه التنصل من المسؤولية عن التحريض الممنهج وإرادة زج لبنان فيما يضره ويؤذيه ودفعه إلى الفوضى. وكان وفد من أهالي عرسال زار بيت الوسط حيث كان لقاء مع الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري والنائب نهاد المشنوق والدكتور رضوان السيد، وجرى عرض لأوضاع البلدة وهواجس أهاليها في ظل الأوضاع الحالية بعد الحادثة. نؤكد أن أهالي عرسال تحت سقف القانون
وهم ملتزمون بكل ما يطلب منهم من الدولة اللبنانية ومن أجهزة الدولة اللبنانية. نحن ناس مش خارجين على القانون، نطالب بتحقيق شفاف ونزيه وعلني من القضاء وليس من الأجهزة العسكرية. في إطار حملة التضامن مع الجيش الوطني اللبناني، قطع أهالي عكار صباح اليوم الطريق في ساحة العبد ببنين عند المدخل الجنوبي لمنطقة عكار. كذلك أقدم شبان على قطع الأوتوستراد الساحلي في البترون في الاتجاهين لبعض الوقت، وقاموا بحرق الإطارات تحديدا تحت جسر البترون قبل أن يعيدوا فتح الطريق. ردا على القاضي حاتم ماضي، النائب بطرس حرب يؤكد أن القضية ليست قضية سياسية قضية شخصية، بل ترمي إلى حماية القضاء والعدالة، وأن موقفه من ماضي موجه حصرا ضد شخصه. إن موقفي من السيد حاتم ماضي موجه حصرا ضد شخصه وممارساته. لقد أوقعت نفسك في المأزق فتحمل مسؤولياتك، وواجهني أمام زملائك القضاة حيث أدعوك للاحتكام، وحيث أضع ثقتي بهم لكي يتبين حجم الجرم الذي ترتكبه بحق لبنان وبحق القضاء في لبنان. لن تحمي السيد ماضي حصانته، كما أطلب أن ترفع الحصانة عني لكي أواجه السيد ماضي، وهو أعلم أنه ليس حقا شخصيا لي، إنما هو حصانة يمنحها الدستور. إلا أنني أتمنى وأتوجه إلى المجلس النيابي وإلى زملائي الحاضرين منهم مطالبا إياهم بإقرار رفع الحصانة بناء لطلبي لكي أواجه السيد ماضي أمام القضاء. أما حصانته فلن تنفعه، لن تحميه كقاض منوط به إحقاق العدل، لأنه ارتكب ما يخالف الأخلاقية والتجرد التي يجب أن يلتزم بها. وتحقيقا لذلك أعلن أنني سأتقدم بدعوى شخصية ضد القاضي حاتم أمام القضاء لاستعطافه قضاة آخرين لمصلحة مشتبه به، ولاستعماله سلطته ونفوذه مباشرة ليعوق تطبيق القوانين. وأطلب من مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل التجاوب مع التدابير القانونية التي سأتقدم بها، كما أطالب مجلس الوزراء تعيين الهيئة القضائية التي ستحاكم السيد قاضي وتعيين قاض للتحقيق في الادعاء الذي سأتقدم به. سيد ماضي، لقد سبق وقلت أنني لن أسكت عما قام به السيد ماضي، وأنا على وعدي سأجعله أمثولة تنطلق منها عملية إصلاحية كبيرة للقضاء، كما يتمنى قضاتنا الشرفاء الأنقياء الذين لا يزالون بنظري أنصاف آلهة. وسنتعاون مع هؤلاء الشرفاء لتطهير الجسم القضائي من أنصاف الشياطين الذين يستولون عليه. وتعليقا على كل ما قيل حول طلب رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب، قال المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي في بيان مقتضب: أنا لا أتقن لغة الشتائم لأنني ابن بيئة تربت على الأخلاق الرفيعة، وإذا قررت الرد فسأرد بطريقة حضارية وقانونية. وصل الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد اليوم إلى القاهرة للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي، وكان في استقباله على أرض المطار الرئيس المصري محمد مرسي. وتأتي الزيارة الأكبر والأهم بحسب وصفها بعد انقطاع العلاقات بين مصر وإيران عام 79، بعد زيارة قام بها الرئيس مرسي لإيران للمشاركة في قمة عدم الانحياز. كما أن زيارة نجاد تعد الزيارة الأولى لرئيس إيراني للقاهرة. ومن المقرر أن يشارك نجاد ووزير خارجيته والوفود المصاحبة له في حفل انتصار الثورة الإسلامية، والذي سيقام بمنزل السفير الإيراني بالقاهرة. وكانت العلاقات بين القاهرة وطهران شهدت جمودا في العقود الأخيرة خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك، إلا أنها اتخذت صعودا بعد ثورة 25 من كانون الثاني، وشهدت جهودا لإعادتها إلى مسارها الطبيعي، كان آخر فتح مصر لكود الاتصالات لأول مرة منذ سنوات مع إيران. وبعد الاستقبال الرسمي توجه الرئيسان أحمد نجاد ومرسي إلى القصر الرئاسي، حيث عقدا جولة محادثات ثنائية. أهلا من جديد. في ساحة النجم استأنفت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلستها قبل ظهر اليوم برئاسة النائب روبر غانم. التفاصيل مباشرة مع الزميل باسل العريضي. باسل، ماذا في تفاصيل هذه الجلسة التي تستأنف فيها لجنة التواصل لقاءاتها؟ بداية، يعني لن يكون هناك جلسة ثانية اليوم،
فقط اقتصرت النقاشات على الجلسة الصباحية، على ما يبدو أن هناك بعض الأجواء الإيجابية على عكس ما كانت الأجواء في لقاءات الأمس أو اجتماعات الأمس. البداية النائب ألان عون رد على مقترح التي قدمته لجنة أو كتلة المستقبل النيابية حول قانون الانتخابات، واعتبر أن هذا القانون هو لم يأخذ شيئا من النقاشات السابقة، وهو لم يراعي التمثيل المسيحي وتحديدا الأرمني من هذا التمثيل. هذا الأمر تحديدا عن موضوع الأرمني استدعى ردا من عدد من النواب وتحديدا من النائب سيرج تورساركيسيان، الذي قال أن القانون لا يمكن القول أن هناك قانون سيء بالمجمل، وهناك العديد من النقاط الإيجابية في هذا القانون الذي قدمته كتلة المستقبل، ولا يزايد أحد على أحد في هذا الموضوع ويقوم بخداع الرأي العام. فيما يتعلق بمواضيع الجلسة، كان النائب روبير غانم تحدث بشكل مقتضب وقال أن جميع المقترحات أو جزء من المقترحات تم تقديمه بشكل خطي اليوم، وتحديدا تحدث عن مقترحين للنائب أكرم شهيب وعلي بزي. أيضا في الردود على الأجواء اليوم كان هناك تصريح عقب هذه الجلسة للنائب سامي جميل نائب حزب الكتائب. النائب سامي جميل كان بالأمس متشائم جدا وطلب بجدية في النقاشات، وكان قد حذر صباحا أنه ربما تكون اليوم هي آخر مشاركة له في الجلسة، جلسة اللجنة المشتركة، إلا أنه عقب الجلسة كان هناك انطباع آخر خرج به النائب سامي جميل، وقال أنه كان بالأمس يعني يشعر أن الجميع بانتظار حلول من مكان آخر، إلا أن اليوم بدأ الجو يتصحح شيئا فشيئا، وأن العمل بات عملا جديا، وأن الجميع بات يناقش الأمور بشكل عملاني وتقني. أيضا النائب جورج عدوان الذي لم يقدم حتى الساعة مقترح القوات اللبنانية حول رؤيته للقانون الانتخابات، قال أن الجو إيجابي جدا كان اليوم، وبات أن الجميع وصلوا الجميع إلى نقطة مشتركة، وهو أن القانون المختلط بين النسبي والأكثري هو النقطة المشتركة الذي يجب أن يتم التوصل إليها للوصول إلى قانون انتخابي عادل أو يرضي جميع الأطراف اللبنانية. أيضا كان هناك بعض الردود من بعض النواب. على أي حال كلارا، أعتقد أن سنستمع إلى أبرز ما جاء في بعض التصريحات التي شهدتها ساحة النجم اليوم. نعم. اليوم كان في اقتراح من الأستاذ علي بزي، واللي يعني بتقدم فيه بكرة صباحا بشكل نهائي خطي، وفي اقتراح من الأستاذ أكرم شهيب يلي كمان تقدم فيه خطيا وسيبرز غدا صباحا بشكل تفصيلي مضمون هذا الاقتراح. تناقشت اللجنة في هذين الاقتراحين وبالأفكار التي استجدت من خلال هذين الاقتراحين، وما زلنا متمسكين بالقول بأنه المساحة المشتركة للوصول إلى نتيجة هي من خلال النظام المختلط الأكثري والنسبي، وهذا ما سنسعى إليه في الأيام القليلة القادمة. منقول له لتيار المستقبل أنه حين الوقت ليراجع قراءته وعلاقاته كلها، وتحديداً مع المكونات المسيحية، لأنه هذا النمط يلي استمر منذ 2005 وبعده مستمر هلأ بتفكيره لن يوصلوا إلى مكان، وشفنا اليوم وين أوصلوا على الصعيد السياسي وين رح يوصلوا بعد أكثر في حال ضل مستمر بهيدي الطريقة. ما في إلنا إنه الشراكة الوطنية لا تقوم إلا من خلال اختياره لنواب مسيحيين. طبعا كلنا بدنا كتلة من كل الطوائف، شو رأيهم ننقله ثلاث مقاعد من الطائفة السنية إلى كسروين، ومننقلنا شي اثنين تانيين على المتن، وساعتها نحن كمان منحب يكون فيه بكتلتنا نواب من كل الطوائف. أولاً واضح إنه هذا القانون هو قانون إغراء للنائب وليد جنبلاط بمحاولة يعني اليوم استجلابه إلى خيار تيار المستقبل، وواضح من كل التقسيمات اللي قلت لكم إياها، أكين بالشوف أو بحصبية أو بالبقاع الغربي أو ببعبدة أو بعلي، إنه هذا معمول ومفصل على قياس هذا التحالف، مع جائزة طردي بسيطة بالمتن، ولكن حتى هي يعني مش بحجم ما يعني يحاول أن يمرر المستقبل على حساب التمثيل المسيحي. تاني خلاصة هي استهداف الطائفة الأرمنية بالذات السياسية اللي انتهجها تيار المستقبل منذ سنة 2000. حضرنا هلأ حفلة ديماغوجية غريبة عجيبة وحفلة تحريض بخلفيات سياسية إلى طائفية
مستغربة جدا بداخل مجلس النيابي. كل من عم يطرح اليوم أي اقتراح غير أكسري ما بده انتخابات ولا بشكل من الأشكال، وخايف من الانتخابات، خايف من نتيجة تصويت الناس على موقفه وعلى تعطي السياسي. هل نحن منعترف بمشكلة التمثيل المسيحي أو ما منعترف؟ بالعكس، نحن عارفينه في مشكلة بالتمثيل المسيحي وعالجناه. للأسف الكلام الغير دقيق بالمرة عن الموضوع البطال الطائفي الأرمنية. بيروت الرابعة لأول مرة بتاريخ بيروت قسمت بيروت لأربع مناطق، اثنين منهم فيهم أكثرية ناخب مسيحي. نحن بالطبيعي كان كلام الرئيس سعد الحريري واضح، هيدا مجلس شيوخ لإراحة جميع الأقليات، يعني جميع اللبنانيين. نعم أنا موافق على الكلام هون اللي قاله الأستاذ ألعون، نحن كلنا أقليات، ومن هالمنطلق بدنا ضمانات بمجلس الشيوخ لكل الناس بدون أي استثناء. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يؤكد أن الشأن الأمني خط لا يمكن تجاوزه، مجددا دعمه للمؤسسة العسكرية وإبعاد القضاء عن التجاذب السياسي. دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى إبقاء القضاء اللبناني بمنأى عن التجاذبات السياسية، مجددا تأكيد الدعم للجيش اللبناني ورفض أي تطاول عليه من أي كان. موقف ميقاتي جاء لدى رعايته في السرايا الحكومية حفل إطلاق المراجعة النقدية في التشريع والتطبيق للقانون 220/2000 الصادر عن جمعية اتحاد المقعدين اللبنانيين. كرر تأكيد دعمنا للجيش اللبناني ورفض أي تطاول عليه من أي كان، كما نشدد على الاقتصاص من كل من اعتدى على المؤسسة العسكرية، فهذا الأمر مرفوض وسيكون موضوع متابعة قضائية صارمة. ومن جهة أخرى فأننا نجدد المطالبة بإبقاء القضاء اللبناني في منأى عن التجاذبات السياسية، مع التشديد على قيامه بعمله بنزاهة مطلقة بعيدا كل البعد عن التأثيرات والاعتبارات من أي نوع كانت. كما نعتبر أن السلطة التنفيذية تقوى بالنقد البناء الذي يصوب عملها حيث يلزم، وبالتالي فإن حرية الرأي المعطاة لنواب الأمة أمر لا يجوز المس به أو النيل منه. ورأى وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فعور أن قضية الإعاقة تحتاج إلى جهد خاص، مثنيا على تكفل الدولة بنسبة 100% من تكاليف رعاية أصحاب الإعاقة، كي لا تكون الدولة أيضا في موضوع الإعاقة هي الطرف الأضعف، كما هي الدولة في الأمن للأسف أحيانا تظهر أنها الطرف الأضعف، كما في السياسة أحيانا الدولة تظهر أنها الطرف الأضعف، كما في الإعلام أحيان لا تنصف الدولة لأنه الدولة تستضعف في الكثير من الميادين، وآمل أن لا تستضعف في ميدان الإعاقة. تحديدا أصحاب قضية الإعاقة وأهل قضية الإعاقة ونحن منهم هم من المستضعفين، ولا نريد لهم أن يكونوا من المستضعفين. وفي إطار نشاطه التقى ميقاتي رئيس مكتب الدفاع لدى المحكمة الخاصة بلبنان المحامي فرانسوا رو، وشدد أمامه على ضرورة إعطاء الوقت اللازم للدفاع كي يقوم بواجباته كاملة من أجل أن يكون عمل المحكمة عملا موضوعيا وعادلا. بدوره أبدى رو ارتياحه للتعاون الذي تبديه السلطات السياسية والقضائية اللبنانية، كما التقى ميقاتي المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة. أفادت مصادر مطلعة لصحيفة السفير أن محمود حايك المتهم بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب أبلغ بعض من تواصلوا معه بأنه متهم ظلما وعدوانا، وعلى الرغم من ذلك لا مانع من تسليم نفسه للقضاء على يصار إلى تحضير ملفه بدءا بالشهود وكاميرات المراقبة والبصمات وكل ما تجمع لدى الأدلة الجنائية، وبعد ذلك تؤخذ إفادته وبصمات، فإذا ثبت تورطه يتم إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، أما إذا تبين العكس فيصار إلى إطلاق سراحه فورا ولو بصورة مشروطة. ونقل الذين تواصلوا معه عنه قوله: لكن لن أقبل بتوقيفي ليلة واحدة في قضية لا ناقة لي فيها ولا جمل.
تسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ملف التحقيق مع الوزير السابق ميشيل سميحة من قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدة. أهلا من جديد. نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية تأكيدها أن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي سيناريو محتمل في لبنان، وأن نشوب مواجهة عسكرية أخرى قد يجبي ثمنا باهظا من الدولة اللبنانية. وأضافت المصادر أن حزب الله الذي يخدم المصلحة الإيرانية يحاول جر إسرائيل إلى مواجهة كهذه بغية صرف الأنظار العالمية عما يجري في سوريا من مذابح على يد نظام بشار الأسد حليف طهران. كما رجحت المصادر الأمنية أن تقوم منظمة حزب الله باستخدام السكان المدنيين درعا بشرية لعناصرها، كما كانت قد فعلت عام 2006 خلال حرب لبنان الثانية. وأكدت المصادر الإسرائيلية أنه لا يمكن لحزب الله أن يخفي محاولاته للتسلح. ونقل وسائل قتالية إلى الأراضي اللبنانية عن العيون الإسرائيلية التي تتابع خطوات هذه المنظمة وراعيها الإيراني عن كثب. أعلنت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة أن وفدا من المعارضة البحرينية سيزور العاصمة الروسية موسكو في الأيام القليلة المقبلة لنقل وجهة نظرها عن المخرج من الأزمة في البحرين في إطار سعيها إلى إنجاح الحوار. وقال الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان أن هذه الزيارة تأتي بعد تسلم المعارضة دعوة لزيارة موسكو ضمن مساعي روسيا للتوصل إلى حل للأزمة في البلاد، ولا سيما بعد دعوة مسؤول روسي بشأن التواصل مع المعارضة، في إشارة إلى تعليق للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش على بيان قيادة البحرين حول استئناف الحوار الوطني. بعدما أثار تصريح عاصي الحلاني رفضه الزواج المدني جدلا، ماذا يقول في لقاء للجديد؟ الاغنيه هي عراقيه يعني، واللون العراقي انا اوريدي مغنيه ببدايه مشواري الفني يعني من ايام يناكر المعروف يا طير رجعنا، فهذا اللون بالنسبه لي هو صار مألوف بالنسبه لي وانا كثير بحبه، وانا من اللي غنوا بدايه مشوارهم الفني، فمشان هيك من وقت لوقت بحب ارجع اقدم هذا اللون، بدور دائما على فكره جديده بالكلام، مش انه فكره جديده بالتصوير او بالكليب، يعني فكرة جديدة دائما لتبحث عن موضوع جديد. هلأ في كتير بيكتبوا شعر بس قليل تلاقي ضمن الشعر في موضوع جديد، ودائما بناء على الكلمة ببني الموضوع إن كان من لحن أو موسيقى. الكليب اليوم تركنا لفادي حداد هو يشتغل ويعملنا فكرة، بس ركزت مع فادي إنه ما بدي صورة سريعة، ما بدي يعني بدي هدوء، في حنين إذا بدك بتحس المطارح الخربانة اللي بتذكرك بجذورك وبالماضي، يعني إذا بدك بالبيوت اللي تركناها ورحنا على مناطق جديدة، عم نرجع نحن هون بالكليب نذكر الناس بالمطارح القديمة، البيوت العتيقة اللي نحن ربينا فيها. أنا لحد هلأ على فكرة بتأثر كتير لما بروح على بيت أهلي القديم اللي خلقنا فيه وربينا فيه وبعده موجود لحد اليوم، ولكن دايما الدنيا بتتطور بتتغير، حتى بالجبل بضيعتنا بيت أهلي بيت جدي إذا بدك هو ذاته رجعت بنيت عليه بيتنا وبيت أهلي. يعني شو سوي بعدك أنا، شو سوي يا عمري، شو سوي ودمع عيني على خدودي يجري، وشو سوي بعدك أنا، شو سوي يا عمري. أنا بدي أرجع لعاصي الحلاني اليوم، شو هو يلي بيعانونه تحت عنوان المصيبة؟ نداء لكل حبيبي وحبيبي يتمسكوا ببعضهم، لأنه المحبة صارت نادرة بزمننا اللي صار التفرقة عم مسيطر عليه والبغض مع الأسف. هل حضرتك ضد الزواج المدني بلبنان؟ أنا بحترم كل اللي بياخدوا هذا القرار، طبعاً هذا قرار شخصي، ونحن ببلد ديمقراطي أنا بقدر أنه كل إنسان حر يعمل اللي هو كل شيء هو بحبه، وإذا كان قرار الناس بتصوت عليه وبدأ إياه أنا مع أكيده،
لأنه هيدا قرار شخصي مثل ما قلت. وإنما أنا حكيت عن نفسي، أنا أفضل كأنا كعاصي الحلاني أنه يكون زواج ديني، لأنه هيك ربيت أنا وهيك بيئتنا وهيك تربينا، أفضل الزواج الديني. ولكن بحترم اللي بياخدوا هذا القرار، قرار الزواج المدني. إذا ابنك أو بنتك بدهم يتزوجوا زواج مدني، بتقبل أو لا؟ أنا بفضل أنه يكون زواج ديني، وإذا ما قبلوا بالنهاية نحن بلد ديمقراطي، ما قلت لك، وأنا ماني ديكتاتوري بحياتي أبداً. أنا سبق وقلت، وهذه بدي تنفهم مني، قلت أنا بحترم كل اللي بياخدوا هذا القرار، يعني أنا ماني ضده، ولكن أنا بحبز الجواز الديني، الزواج الديني. ومبروك لكل بنت زوج ومدني وما يغزوني. ريدك والله ريدك، التغال أحضني بيدك. كان في النشرة قائد المجوقل على الأرض العرسالية وطلابها يقدمون الورود للجنود. حزب الله عن اتهامه بحادثة عرسال. كل هذا كذب بكذب وتضليل بتضليل. بطرس حرب يدعي على القاضي ماضي. سأجعله أمثولة تنطلق منها عملية إصلاحية كبيرة للقضاء. أول زيارة لرئيس إيراني إلى مصر. هذا كان كل شيء في نشرتنا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.